نايم ابو هادي نايم ابو عاطف والقى شيء ما به شيء خلاص جاثوم هذا جاثوم اي وانا اشحق لين اطق الخيمه فوق ما تقدر تحرك والله اتحرك والله انا هط هط بقوه بعد ايوه وبعد جيت طايح وانا عدل الباب باب الخيمه واحد صغير فاتحينه من البرد طيب يوم انا وصلت الباب اللي للخيمه والله هذا لازم نعلي اعوذ بالله اقسم بالله اني قريب يا ربع خمس دقائق ما ادري عشر دقائق حتى سبحان الله من رد النفس لبعض يوم اخذت شوي استغفر الله العظيم لا اله الا الله ايش هو قال يا ولد ايش رجع اخوي ماسكني ترى مشددني رجاله ما شاء الله متين ملزمني مره ما يفكني يا ولد وش فيك يا ولد رجال يا ولد وش فيك قلت يا اخوي ما ادري انا نفسي ما ادري ما لقيته انقطع مره يا الله والله العظيم اني اتذكر يا ربي على هذا الحين اني اعتبرت نفسي موت سبحان الله سبحان من يرد في الروح اي والله أيوه. يا اخي تدري ان حبه الرز الرز ايوه لو دخلت مجرى النفس نعم انهت حياتك اكيد سبحان الله شوف ضعف ابن ادم اي أيوه والله ابن ادم ضعيف اي أيوه والله ضعيف وتلقاه يتكبر شديد تلقاه شديد ضعيف ومغرور اي أيوه والله مغرور خلها بس تجي حراره سخونه بدل ما هي 36 تصير 40 اي نعم ولا لقى العافيه شوفها زي يتلون بلاش والله بلاش نزل مسكوه ايوه زي ما في ناس تقهرني والله اقسم بالله فيها طغيان وغرور لا حول بس خله يصاب بشيء بسيط شوف تلقاه زي الخرقه يا اخي في ناس الساعه عندهم المليارات ايوه ويبون العافيه هذه مو بلاقين اي والله والله راقي في المستشفى واللي راقي في البيت واللي راقي في المستشفى ولله الحمد بعض الناس الواحدين الله يعطيه عفو وعافيه اقنع بحياتك ابو عاطف عليه هنا عيال في حديث من بات امنا في سربه معافا في بدنه وكانما حيزت له عنده قوت يومه ايوه عنده قوت يومه كانما حيزت له الدنيا كان الدنيا بين يديك اذا انت امن ومتعافي وعندك اكل قوت يومك الحمد لله الحمد لله هذه كلها اجتمعت عندنا أيوة هنا والله غير ان الامن والعافيه والدفء نعم شوفنا جالسين نسولف ونضحك هنا ونسولف الحمد لله واخواننا في سوريا والله فلسطين يموتون جوع العراق اقسم بالله العظيم شيء بورما الله يكرم يلا المستعان فالله يرفع ما فيهم ان شاء الله ويجعلهم ان شاء الله امنين ولا تزعي ولا تزعي ان ديني معي الدين معي الدين معي فلسطين مهلا ولا تزعي ولا تيأسي إن ديني معي لئن نادرتك صروف الحياة فإني وقلبي ينادي إليك الله هذه من الأنشيد الأثرية اللي كنت أنشدها فيه إنشودة قديم ما أعرف إذا كنت تذكرها أنت سلمان تقول فتنت روحي يا شهيد علمتها معنى الصمود شوقتها للرحيل علمتها معنى الصمود فتنتمي يا شهيد يا رب يا رب لا يغير علينا هالنعمة آمين يا رب الواحد يطلع من الرياض يروح القريات جنوب شمال المملكة يطلع من الرياض يروح الجنوب يطلع من الرياض يروح الشرق يطلع من الرياض يروح الغرب وأهله في البيت وأهله في البيت ما هو خايف عليهم ولا هو شايل همهم وهو يمشي 1000 كيلو عليها ولا هو شايل هم الطريق إنه يطلع لأحد يسرقه يطلع لأحد الأمن 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 اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ابو عاطف سمعنا صوتك نبغاك تنشد لنا نشوده شيء سوداني والله نشيد السوداني عبد اللطيف وصحبه ورس النواحي الطاهره 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 ورسولهم فاز حماسا كالجبال الشامخه 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 عبد اللطيف روح امبرش يسعد لي هالضحك الله يضحك بالجوز لي اشوف هو ومأمون عندهم خامة صوت ما شاء الله تفرق يعني تتميزهم بين الاف الاصوات ابو عاطف ومأمون حق شيخ العسل ابو سعد ولهنون عيال لبيه وش الاماكن اللي سافرت له او ديار قد سافرت له
أو بعد وين تحب تسافر مثلا بعد البرنامج؟ بعد البرنامج بإذن الله، بإذن الواحد الأحد أحب السفر. أنا أسأل. أنا بروح الجنوب احتمال كبير، الوالدة تبغاني أوديها عند جدتي. خارجي طيب شيء؟ خارج إن شاء الله بطلع دبي بإذن الله، بطلع دبي أسبوع أسبوع. عمان بجيها جاية تتفق فيه أنا والعيال، ما ودي أجي لحالي، عرفت؟ لا لا تعال، وإذا ما شفت أحد منهم صامل والله لأجيك لحالي إن شاء الله، فهمت؟ لكن بعد البرنامج كسفرة ترويحية سلام دبي إن شاء الله بإذن الله. أنا صراحة مفكر أنا مغرم في دانة الدنيا، أروح صراحة مفكر أروح ماليزيا كوالالمبور. إيه والله شيء رهيب. زواج ولا بس الحال أهلك؟ لا لا مع أهلي تقريبا، أهلي راحوا قبل كذا ولكن ما كنت معهم. أنا بروح شباب جنوب أفريقيا سياحة؟ جنوب أفريقيا إيه سياحة. أوه. جنوب أفريقيا مع أني إلى الآن يعني إلى الآن ملزمت. تعرف جنوب أفريقيا الحين معهم صيف صيف؟ إيه الحين معهم صيف. ترى شوف شطر الجزء الأرضي اللي تحت يكون فيها الحين معنا شتاء صح؟ إيه شتاء إلى أوروبا شتاء. في جنوب افريقيا هذيك عام صيف. انت صاد قلت اي والله سبحان الله. شمال افريقيا برد نفس الشيء شمال. اي يمكن عشان خط الاستواء. الحين عندنا برد. اجمل هديه تلقيتها في حياتك بعاطف؟ ايش اجمل هديه لقيتها في حياتك؟ اجمل هديه اعطوني اياها بحياتي أو من ضمن الجميلات علشان ما نظلم أشياء ثانية يمكن أنت ناسيها. ما نقول أجمل، من ضمن أشياءك الجميلة هدية جتك. هدية جاتني ولم أنساها. شغال لي مع ناس يعني في كم 90، ويوم كنت مسافر من عندهم وقاموا يعطوني في الهدايا. وفي حرمة بنت ولد عمي توها متزوجة يمكن جابتها بنت يا دوب، والله الناس أعطوني الهدايا ما شاء الله. وهي الظاهر والله أعلم ما ندري عاد منظمة عندها مو عندها، وهي تقوم عندها ختمة للذهب وهي تفسخ واحد وتعطيني الله تقول هذا لو تبي تتزوج ما شاء الله تبارك هذه الهدية. ما شاء الله ما شاء الله قدمت الله. لك زي الهدية ذهب. نعم دي الهدية الله اللي ما أنسى كل الدراهم وكل شيء ما هو شيء. من الجميل أن نذكر الجميل لأهل الجميل ما شاء الله. سلمان قصة العروس فيه لين زهقت وده الحين خاطاه وموجود. والله تستاهل ابو الله. اي والله تستاهل بعض. كل الجراح تزول ويعم الامان اجمل صبر. الوهيبي متى حسيت انك متى حسيت انك ينفع حليب الناقة مع السكر وزاد حلو يعني حلو بس يعني حاجه كذا بس نخترع يمكن يطلع سمعنا هذا بصوتك والله ما قريتي تعبانه يلا سمعنا والله قريتي تعبانه ما قد قريت انا ترى والله ما طبيت مدرسه والله ابد والله مره عجيب من ما خلف وهنبد ايه يسري حق بغنم والله بيبل ولا يوديك المدرسه. انت من بدو السودان ما شاء الله. الاول من بدو السودان والله النعم والله النعم فيكم يا اهل السودان كلكم مع الغنم. لو رجعت بك الدنيا تدخل مدرسه ولا لا؟ والله وده الحين عيالي ان شاء الله ما خليكون واحد يطلع من المدرسه لين يخلصون جامعات ويخلصون كل شيء. الله عليك الحمد لله الحين هذا التفكير السليم. الحين يقرا في الجامعه الحمد لله يقرا حاسب. في فطره في الاب انه اذا ما واكب نجاحه بنفسه يحاول يزرعه في اولاده اسلم يشوف نجاحه اللي انحرم منه في عياله. نعم اكيد مهما صار. الله طيب ايش رايكم نقوم شيخ المندي نتغدى؟ والله يلا يلا في لحم قبل لا يبرد. حلو جاي غالي يعني. العيال يلا ابو عاطف معنا امشي. بسم الله بسم الله الرحمن سمينا باسمك يا رحيم. الجراح وداويني يا عبيد الله داويني يا عبيد الله تحت سدره ودور دوايوني تحت سدره ودور دوايوني ما لقيت عسف له العل لا 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 بإذن المسلم عينه. هذه بعد برنامج على طول كليب هذه؟
كلب واعطه.